عسلمة مدام. عسلمة. لاباس؟ لاباس عايشك. قدمنا روحك. غير ما نقدم الاسم. مواطنة تونسية مثلا. مواطنة تونسية. قلت لي عندك مشكلة. عندي مشكلة. شنو هي المشكلة؟ مشكلة على ولدي، واحد ضرب ولدي في الحومة. ضرب ولدي نحلوا عينه. إي. ضربوا نحلوا عينه؟ إي. فغسلوا عينه. ودارت فيها الحكاية. يعني أول مرة في القضية المرة الأولى حب يعدوها يعني عاركة. وقفت أول مرة وصاي وقلت له تعال جيني من جيني وليت عبارة عركة متاع بونية في بونية ده ما حد شيء موقف أول جلسة تخرجوا صراح محامين متاعي أنا عاملين طلبوا طلبات وطالبين الضرر وطالبين كل شيء الضرر أعطاه ضرر مستمر دوسية محطوط غاديك ضرر مستمر الرئيسة تخزر للدوسي عبارة مرتوش تغزل الدوسي ونهارت أول جلسة تخرجوا صراح تفاجئنا المحامين والناس كلها تفاجئنا قعدوا بيتي نعاود تيخر له جلسة يخرتها نهار خمسة نلقاها تيخرت نهار تسعة يعني احنا في بيننا بيها نهار خمسة نلقاها نهار تسعة مشينا للجلسة حاضرين نلقاها نهار تسعة تيخرت شنو هي الحكاية مشاو يشوفوا المحامين نلقاها تيخرت نهار تسعة يخرتها وحدها قدامنا نحن تقول نهار خمسة وكي نمشوا نحضروا في الجلسه نلقاو نهار تسعه تاخرت وتخزر للدوسي نهار راني نتكلم راني شويه مدام خلينا نرجعوا للحكايه كيفاش صارت من الاول وقتاش صارت الحكايه؟ صارت في اوت عام نيول اه ولدك قداش عمر؟ ولدي عمره 23 سنه واللي تعارك معاه قداش عمر؟ 25 ولد حومه هما؟ الحومه لما تعارك ولدي هم الاخرين عاملين عركه ايش لو كنت تحكي لنا ولدي واقف هدوا المرأة الأولى ولدك تعارك هو وطفل ما تعاركش معاه لا معارك معاه لا عنده معاه ما حد شيء سايرة مشكلة بين شكون المشكلة سايرة مشكلة سرقة في الحومة سرقة في الحومة كل سرقة في الحومة هذيك حب يهز ولدي القضايا ولدي قالوا أنا ما نهزيش قضايا السيد هذا حب ولدك هو اللي يهز القضايا شد عليها واحد آخر خطيته القضية جملة شد عليها وحب ولدي يمشي في القضايا وهو ولد اخته واحد اخر عاملين هالمشكله السيد هذا يسكن بحذاكم ولد حومتكم الحومه هاي في الحومه هاي علاقته بولدك كيفاش قبل عاديه صحاب ولا سلام 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 ولد حومه ولد حومه علاش يحب ولدك بالذات معناها علاش خاطر وقت اللي سرقت السرقه يجروا في جره التلفزه تليت هزت من الدار نتاعهم يقوم واحد اخر هذاك السارق الاخر قال له فلان وفلان يمشي يهزوا الطفل الاخر من الدار وتجبد فيها ولدي ولدي مشى قدام تحقيق وقف قدام تحقيق قال له انا في بالي شبيه القضايا اللي صارت الحكايه نتاع السرقه ولدك وين موجود ولدي ريخت في الدار على روحه وعندك دليل وما عندي كاميرا في الدار وعندي ديريكول كل شيء عندي موجود معناه اللي ولدك خطيه ولدي خطيه من المشكله هذيك مشى ولدي للتحقيق قال له جبتني قال له ولدي ما جبتكش ما كان مش نضر فيها انا راني نجبدك نقول فلان وفلان انا خاطيني يجري في جره ولدي بسيف معناها ولدك هدوا قالوا ما تجبدنيش هو هدد ولدي اي قال له رد بالك تجبدني قال له ولدي كان مش نضر فيها نهز عليه قضيه راني نجبدك بيان سور معناها اذا كان باش يتضر فيها انا وناس نضر فيها انا راني نجبدك يعمل هكا ديريكت يجري في جره ولدي بسيف تقريبا قبلها بجمعه ولدي جاي يجري للدار بعد جاي ولدك جبدو هو ما جبدوش مازال ما جبدوش جمله مازال ما جبدوش ما جبدوش نضرب ولدي يجري وراه بسيف انت قلت سيف اي قال نقص لك ساقيك بعد جاي للدار ولدي تخبى في الدار قاعد متخبي بعد جاي للدار يطلب السماح وسامحني وعندي في الكاميرا محطوطه في الدار يطلب السماح من ولدي وقال له سامحني ويبوس لي في راسي انا وسامحني وراني غلط وراني محاربش مانيش فايق جيت سجارتك باهي مشات الحكايه قال لي ولدي مش في بالي ماشي المركز نشكي قال لي لا ما تمشكيش ولدي قال لي المشاكل تعدت الحكايه هذيك صارش مشكله بين الجيران في بعضهم الجيران الاخرين ولدي ماشي للحماس يجري على روحه يدور به ولد اخته منا والاخر طاوله حرق منا هرب حرق ما حضرش في جلسه جمله ذاك هرب حرق فهمتي يعني تقريبا شهر طاو يدور بولدي ما انتو ولدي هكا يا ولدي قعد مسكين داخل بعضه ثلاثه دايرين به ضربش يضرب ولدي بآلة حادة ضربش يضربه ويفقص له عينه فهمتي فقص له عينه وجابوا لي ولدي في الحملة هزيته للسبيطار صايي صايي شكون ضربك شكون ضربك خلي ضرب لي فلان شكيت بيه صايي قعد شهر ويهدد فينا شنو
صارت وضعيه ولدك؟ وضعيه ولدي في حاله، عينيه فقدها صاي، قد عينه جمله، جمله فقدت عين ولدي مع شراء، مع شراء به جمله، فهمتني؟ يا ملاك ديريكت ولدي هزيته للسبيطار، قعدت انا ولدي في السبيطار تقريبا 20 يوم في السبيطار هادي الرايس، صاي معناها مشات عين ولدي قاعد يجري في جرته تقريبا شي شهر ولا شهر ونص ولا شهرين، وبعد شدوه توقف اول زلسه يخرج منها، اول زلسه يخرج، خرجته صراحه، وقف قدام الرئيس خرجته صراحه، تزمت كيفاش ولدي يضرب ولدي يخرج صراحه، كيف القضيه على الجنايه يخرج صراحه، كيف يجي منه يضرب ولدي، يا يهز عليه قضيه يا يضرب ولدي. انا توا طالبه حق ولدي، نقول سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، يا قايس سعيد، اسمعنا واسمع الشعب متاعك، اسمعنا يا سيد الرئيس، ادخل المحكمة تونس طاهر، بقول طاهر في القضاء، وينو تطهير القضاء؟ احنا الشعب طهرنا مش القضاء طاهر. السيد اللي ضرب بالتو البرة، اي البرة، اي دور البرة، وعندي كاميرا، وكيفاش يمشي ويجي قدام داري، يمشي ويجي قدام، ما تذرش ما جملة، مازال يحب يضرب تو، اي يحب يضرب، اي مازال يحب يضرب، مازال يحب يضرب. التهديد احنا تو، انا ولادي قال لك ما نلقوش حقنا بالحاكم، يا قاتل يا مقتول، يا قاتل يا مقتول، حقنا ما نلقوش بالحاكم. انا عندي 27 سنه نخدم في اداره التونسيه، انا نرجع ضرب وندخل الحبس، انا نرجع ضرب ما نلقاش حقي، انا نرجع ضرب، ومش وطول تعملوا فول مهيل كل جلسه تاخرها 20 يوم 15 يوم شهر، يحب يهرب يحرق، وين مش يحرق يحرق، نبطل منها الخدمة ونخلط عليه، ولدي يخلط وانا نخلط والناس كل نخلط، يهبط ميت من غادي، يهبط ميت من غادي، عندي ريت عرش كامل في الطاليين، كلامك هذا تهديد، نهدد، اي نهدد حق ولدي ناخذ، يا ما ناخذوش بالقضاء، ما ناخذوش حقي بالقضاء، راني قلت لي مكتوب حق ولدي ناخذ من القضاء انه يستعجل في انا مش ما تصيرش كارثه، ياخذ لي حقي، القضايا تصير كارثه، راهي راهو العين بالعين والسني بالسني والبدي اظلم، ناخذ حقي بالقضاء ونطلب على قيس سعيد، ادخل المحكمه التونسيه، ادخل المحكمه التونسيه يا سيد الرئيس، اكل نهار نخزر بعيني، ارتل ونص غابره ريتو في القاعه موقوف، غدوه نلقاه يدور قدامي، نلقاه قدامي يدور، دوخ راك دوخ، دوخ في القضاء التونسي، دوخ راك يا ما قلت طهر القضاء، وين تطير القضاء؟ طهر الشعب مش القضاء، احنا طهرنا مش القضاء، شعب اللي مات، شعب تحطم، شباب تحطم، شباب عندك فلوس تسوى كل شيء، ما عندكش تموت، كف تمشي بعام حبس، عندك فلوس تخرج نهار ما تشدوش، يا لندرا القضية هذي جنائي، جنائي القضية هذي، كيف حب نعرف انت وحدك خمم وحدك القضية هذي شنو المهال متاعها، انت وحدك كي نحكي لك الحكاية هذي شنو تعرف انت، واضح ولا مش واضح؟ ما غير ما نحكوا واضح، يحكوا غاديكا ويقولوا واحد يقول اعطينا 15، اخر يقول اعطينا 20، اخر عدينا 30، واخر درا شنيا، ويدور قدامنا ويدور، يعني راهو مش نورمال، مش نورمال، مش نورمال، وين يا سيد الرئيس وينك انت؟ وينك؟ مساسه كل الانتخابات نمشي ننتخب، انا اربعه في العائله حتى واحد ما انتخب. على قضية ولدي، على قضية ولدي، حق ولدي نحب ناخذ، وين حق ولدي يا قيس سعيد، وراني شاكيت له عندي مطلب عنده، هو شاكيت له شكاية في الرئاسة، هاي عندي هاي تحتي في الساك، وشاكي في الوزارة الأولى، وشاكي في وزارة العدل، ومازلت ما ريت حتى شيء، حق ولدي.